تتظلم وانت اهدى شوية، اقبل، فكر، صلي، اكيد فيها خير. اذا كان ربنا له المجد، قدوس القديسين ظلم وظلم ظلم، محدش فينا يقدر يتظلم. اعلى درجة ظلم في التاريخ، لانه بار تماما. يعني احنا غلطانين. مرة قديس قال كلمة حكمة، قال ايه؟ قال لما يظلموك بغير حق اذكر كم مرة مدحت بغير حق. فهمنا؟ يعني اتظلمت بدون حق، عابوا فيك وما لهمش حق. طب مش في ناس مدحتك برضو ما لهمش حق؟ يوه كتير. طب خلاص دي توزن دي. اما ربنا له المجد فلا يستحق الا الكرامة. لما يتظلم طبعا ده ربنا ما بيغلقش، فبالنسبة له عالية جدا. ومع هذا ظل صامتا. الصمت في الظلم يحتاج الى درجة الخير، لان يعني بيبقى الواحد عاوز يصرخ ويقول غلط ظلم، بيبقى عاوز يصرخ على لسانك تقول ظلموني، انما الشاطر اللي يسكت ويتشبه بالمسيح. يجوز يسكت مؤقتا ويتكلم لتر اون، لانه مش دايما السكوت هو الحاجة الوحيدة، لكن على الاقل انطق للظلم، اقبله. ليه؟ ربنا سامح. هو ربنا يعني حصلت من وراء؟ مش هو اللي سامح بيه؟ بدل سامح بيه يبقى لفايدتك. داود اتظلم ظلم شديد من ابنه لما ابشالوم عمل ثور عليه وابتدى ياخد الناس منه. كان موقف صعب جدا نفسيا. ليه؟ الناس ابتدت تنسى انجازات داود وتعلقت بالشاب المستهتر ده اللي ايه عامل فيها منظر وكل عقلهم بكلمتين. بس ده ابنه. وابتدى يشيع عليه على ابوه. اصل ابويا مش مركز دلوقتي، ابويا كبر وابويا مش بينصفكم، مش بيسمع مشاكلكم. عمال يتظلم. وبعدين قام الصبر. ابشالوم جاي لناسه هياخد القصر وياخد المملكه. انسحب داود في خجل وفي صمت. زاد وغطى بقى. مين بقى اللي صحي ساعتها؟ قرايب شاول بقى. قرايب شاول من زمان متغاظين ان داود خد مطرح، فطلع واحد كده اي كلام قاعد يشتمه ويضربه بالطوب في السكه. ما خلاص بقى فريسه اي حاجه. اخرج يا رجل الدماء، اخرج يا ابن بليعال، وشتايم وتهزيئ مش ناقصاه خالص. حتى واحد من الرجال قال له اطلع انا اخلص عليه، ده ما ياخدش في ايدي دقيقه. كان بيسكت. اسكت. ربنا هو اللي عاملني كده دلوقتي، مش هو اللي بيشتم. الرب قال له سب داود. وانا مش فاهم ربنا. انا فاهمه، هو لما بيشد يشد من كل ناحيه ويعصر. يسيبه. دي العظمه دي. زي ده تسكت. طب كل الشتايم دي غلط، لانه قاعد يقول له اصلك انت عملت في بيت شاول الحقيقه ما عملش ولا حاجه وحشه في بيت شاول. ده خدنا في بوشس حفيد شاول اللي عايش واكرمه اخر اكرام. انما الراجل اللي عمال يشتم ده عمال يقول حاجات غلط، وابشالوم عمال يقول حاجات غلط، وداود ساكت وبيصلي. خلي بالك هذا الموقف مش سهل، بس ما يقدرش عليه الا اللي شعره في الحياه ايه؟ معك لا اريد شيئا معك. الفضل انك تتسلم وانت اهدى شويه، اقبل، فكر.